هالليلة الخميس فيها صلاة رسول الله. أنا شغلي ويا رسول الله. رسول الله يقول من صلى هذه الصلاة أعطاه الله بكل ركعتين 14,000 صلاة مقبولة. 4 ركعات كل ركعة 10 ملايين صلاة مقبولة. 4 ركعات 40 مليون صلاة مقبولة. بيوشفون تراثنا. وبس الشيعة عندهم مفاتيح الجلال، بس الشيعة عندهم جمال الأسبوع، باقي المذاهب ما عندهم. باقي المذاهب ما عندهم الأدعية اللي واصلة إلا تراث. اسمعوا إذاعاتهم الدينية، الزيانين ما عندهم بعض الأشعار تواشيح، وذاك بالدنبك يضرب على الدنبك يقرون، هذا هو يا رب دنبك. وين مذهب الإمام الصادق والتعاليم الثمينة القيمة اللي تركناها؟ صلاة الليلة شنو النية؟ صلاة ليلة الخميس 4 ركعات كل ركعة تقرأ سورة الحمد 7 مرات. سورة الحمد كررها 7 مرات. بعد ما كملت مرة مقرأنا نزلنا، هذا هو. كل ركعة تأخذ 2.5 دقيقة. 4 ركعات 10 دقائق، أنا صليتها 10 دقائق بس. خلصت 4 ركعات أنت وقاعد على قعدتك، إذا تقدر تهيئ سبحة الحسين، تربة الحسين سلام الله عليه. الله الله عد الله أغلى سبحة تربة الحسين. تربة الحسين زين، بمصباح تربة الحسين. ما عندك مصباح تربة الحسين، مصباح عليه وبأصابع إيدك. بعد ما كملت أكرر صلاة هذه الليلة 4 ركعات كل ركعتين تشهد وسلام، إني صلاة هذه الليلة 7 مرات سورة الحمد 1 مرة إنا أنزلنا كل ركعة. سلمت خلصت 4 ركعات انت وقاعد على قعدتك، اخذ بيدك السبحة وبأصابع ايدك 100 مرة قول اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله من صلى هذه الصلاة أعطاه الله بكل ركعتين 10,000 صلاة مقبولة. 10 ملايين 4 ركعات 40 مليون. حتى أقرب لذهنك شو نريد أقول عزيزي، أكو الآن بيكون واحد عمره 100 سنة بالمجلس، خلي يشيل إيده، ما أتصور 100 سنة بعد أنا وياك أحياء، ما أدري، إن شاء الله عمركم طويل. إذا نفرض واحد عاش 115 سنة، 15 سنة مو مكلف، 100 سنة نفرض ما ترك ولا ركعة من صلاته. نفرض زين 100 سنة كم يوم يصير؟ أضربه 100 في 360 يصير 36,000 يوم. 100 سنة إيش قال يصير؟ 36,000 يوم. زين 36,000 يوم كل يوم 5 صلوات عندك. إذا واحد ما تارك ولا ركعة 36 أضربوه في 5 يصير 180,000 صلاة. إذا 100 سنة تعيش وما تارك صلاتك ولا يوم 180,000 صلاة أنت مصلي، إذا تكون مقبولة، لأن بعض الصلاة مو مقبولة. الإمام الصادق عن جده رسول الله يقول ليلة الخميس أعلمكم في التعليم صغير ب10 دقائق، مو 180,000 صلاة، مو 1,800,000 صلاة، مو 18 مليون، لا 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 40 مليون، مو ركعة 40 مليون صلاة ومقبولة. بالله عليك مو كستار ما يصلي مؤمنين مؤمنات؟ شنو ينطون بهالمجالس؟ هذا ينطون إياه. بعد صفحة كاملة المرحوم العلامة المجلسي رحمة الله عليه في كتاب الأنوار بحار الأنوار يذكر خصائص هاي الصلاة ليلة الخميس. ليلة الخميس الله 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 صلاة هذه الليلة 40 مليون ركعة. بعد قال رسول الله وأعطاه الله، من صلى هاي الصلاة وأعطاه الله بكل شعرة على جسده نورا يوم القيامة. شنو من عظمة في هذا المعنى؟ شنو من عظمة في هذا المعنى؟ بعد وبشره ملك الموت بالجنة قبل الموت.